متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية للأردن. إذن المملكة والأردن وسائر منطقة يعني شمال الكرة الأرضية على موعد مع بداية فصل الصيف من ناحية علم الأرصاد الجوي، والذي يبدأ في الأول من حزيران، وهو مختلف عن التقويم الفلكي الذي يفيد ببدء الانقلاب الصيفي في الواحد وتقريبا في 21 من شهر حزيران من كل عام. لا فرق كبير بينهما في نهاية الأمر، فإن شهر حزيران هو أول أشهر الصيف، وبه تبدأ درجات الحرارة بالاستقرار، بمعنى آخر أنها تكون يعني بعيدة عن التباين الكبير، وتصبح في معدلات تجعل الأجواء منها صيفية، أي تقريبا في الأردن مثلا على سبيل المثال في العاصمة عمان في أوائل الثلاثينيات، والتباين الكبير في درجات الحرارة بين يوم وآخر هو من صفات فصل الربيع. طبعا لا يوجد قانون يحكم الأرصاد الجوية والطقس بأن الأول من حزيران ينتهي أي تأثيرات مثلا لفصل الربيع أو ما شابه. فعلى سبيل المثال في هذا العام تبقى هناك بعض التباينات الحرارية في الأسبوع الأول، ربما تستقر تماما درجات الحرارة في الأسبوع الثاني من شهر حزيران، ويصبح الطقس صيفيا بشكل عام، وتصبح درجات حرارة ذات معدلات يعني في أوائل الثلاثينيات لكنها مستقرة وبعيدا عن التباين. هذا الأسبوع بالرغم من بداية فصل الصيف، فإن درجات الحرارة كانت اليوم الأحد دون معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام، وسط أجواء ربيعية دافئة كما عشنا في الليالي السابقة. بداية هذا الأسبوع أجواء كانت في ساعات الليل وصفت بأنها باردة، بعض المناطق سجلت درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية في ساعات الليل، بل البعض رأى ذلك أنها سابقة تاريخية بأن تسجل مثل هكذا قيم في بدايات شهر حزيران أو نهايات شهر 5. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع هذا الأسبوع، إذن المملكة على موعد مع منخفض أو ربما منخفضين خماسينيين سيعملان على تقلبات وتباينات في درجات الحرارة. غدا الاثنين يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وسط أجواء تكون يوم الاثنين ربيعية دافئة في أغلب مناطق المملكة، لكنها تكون مائلة للحرارة بعض الشيء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، والطقس بشكل عام مشمس ومستقر. في ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع لافت على درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس دافئا في ساعات الليل بعكس ما كان عليه خلال الليالي الماضية التي تسود بها الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام في أغلب ومختلف المناطق. يوم الثلاثاء تتأثر المملكة بعبور لمنخفض جوي خماسيني، مما يؤدي إلى يعني أن تسود المملكة أحوال جوية خماسينية تترافق مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وتعرف الأحوال الجوية الخماسينية بأن الطقس يوم الثلاثاء سيكون حارا وجافا ومغبرا في معظم ومختلف مناطق المملكة، مع وجود تباين حراري كبير، بمعنى آخر أن درجة الحرارة مثلا في العاصمة عمان تتجاوز 32 إلى 34 درجة مئوية في ساعات النهار، بعدما كانت في أواسط العشرينيات يومي الأحد والاثنين تكون 34 في إربد، تقريبا جبال الأشراف 32، 33 في معان، تصل إلى حدود 40 درجة مئوية في العقبة، 43 درجة مئوية في مناطق الأغوار، وتكون حوالي 36 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بعد عبور هذا المنخفض الجوي الخماسيني يحدث انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة يوم الأربعاء، ذلك لأن المنخفضات الخماسينية تكون في مقدمتها ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وفي خلف هذا المنخفضات انخفاض على درجات الحرارة. كما تلاحظون انخفاض بواقع 10 درجات مئوية يوم الأربعاء، وهذا هو التباين الحراري الذي هو من سمات فصل الربيع في مناخ بلاد الشام. تكون درجة حرارة 23 درجة مئوية بعدما كانت تقريبا 33 يوم الثلاثاء. تظهر كميات من السحب والغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة على وجه التحديد، ويسود طقس ربيعي لطيف في أغلب المناطق، يكون دافئ طبعا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. 23 درجة مئوية في إربد، 21 درجة مئوية في جبال الشراء، 25 درجة مئوية في المناطق الجنوبية، 32 درجة مئوية في العقبة، و32 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة. يومي الخميس والجمعة تعاود درجات الحرارة الارتفاع وسط أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب والغيوم، وتكون درجات الحرارة متتراوح في العاصمة ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية، وهناك فرصة لتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني جديد، مما يعمل على حدوث تباين جديد في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع المقبل. أيضا الأسبوع المقبل نهاية هذا الأسبوع عفوا يعني متوقع أن تظهر كميات من السحب والغيوم خاصة ليلة الخميس على الجمعة، ربما ينتج عنها حالة من عدم الاستقرار الجوي، ولكن ذلك ما زال تحت المتابعة بشكل عام. إذن هذا هو ملخص هذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر حزيران الذي يتصادف في نفس الوقت مع بداية فصل الصيف من الناحية علم الأرصاد الجوية. شكرا جزيلا على متابعتكم، ألقاكم في نشرات جوية أخرى، إلى اللقاء.